مرحبا والسلام عليكم. اليوم سنريك طريقة للحصول على وظائف للناس الذين يبحثون عن وظائف في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الطريقة ستكون مهمة جدا للناس الذين يسكنون خارج الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنك تسكن مثلا في أحد الدول العربية، يمكنك التقديم لهذه الوظيفة فقط من خلال بلادك دون التوجه إلى أمريكا أو دون فيزا أو غيرها. يعني الفيزا حتى يتم قبولك بعدها تقوم بدفع للفيزا. إذن للبحث في هذه الطريقة، أولا تبحث عن الجملة التالية jobs for people outside of USA، ثم تضيف كلمة indeed. indeed هو الموقع الذي ستبحث عن وظيفة فيه، ثم تضغط على الموقع. هذا هو الموقع. ثم هنا ستجد مجموعة من الأيقونات، مثلا هذه الأيقونة تختار فيها التخصص أو الكاتيجوري الذي تريده أو الأشياء التي تفهم فيها، التي تكون موهبتك أو تخصصك. ثم ستجد هنا مجموعة من الوظائف التي يقترحها عليك الموقع والتي يكون صاحب العمل يحتاجها. مثلا هذا العمل طرح قبل يوم واحد فقط، تختاره ثم تبحث عن التفاصيل الموجودة هنا. مثلا هذا الموقع أو هذه الوظيفة ستحصل فيها على 14 إلى 19 دولار في الساعة، ويكون العمل فول تايم. وهذا هو المكان أو المدينة التي ستعمل فيها. ثم هناك مجموعة من المعلومات الأخرى. إذن تقوم بالضغط على apply now للتسجيل. مثلا هنا تجد ان الاكسبيرينس هنا صفر سنة، يعني ان الحدود تكون اكثر بدون ان تكون لديك اي تجربة في ميدان العمل الذي تريد العمل فيه. اذا تذهب الى apply now، ثم تقوم بالتسجيل بالايميل الخاص بك. بعد ذلك ستنبثق لك ايقونة تقوم بملء المعلومات التي يريدها صاحب العمل. وهذه الطريقة سهلة جدا، فقط تملأ المعلومات ثم ترسل طلب العمل مباشرة. بعد ذلك يتم التواصل معك في الإيميل. إذا لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك ليصلك كل جديد. شكرا وإلى اللقاء.